معانا وحلقه جديده من عيش وملح. هتستغربوا ان انا مش طالعه النهارده بكيو كارد لان الحلقه النهارده مختلفه تماما. حلقه النهارده لكل الناس اللي نفسها تعمل اطعام ومش عارفه تظبط كميه الرز، كميه اللحمه، كميه الصلصه، التفاصيل دي كلها. بما ان دي اول حلقه في سلسله حلقات العيد فقلنا لازم نبتديها بحاجه مختلفه وتبقى جديده على سفره وتبقى برده مرضيه بالنسبه لكم. هنعمل اطعام سفره، هطلع اطعام وهننزل نوزعه في الشارع ونعمل اجواء كده بسيطه بمناسبه الموسم اللي داخل علينا. هنعمل مع بعض الرز واللحمه والصلصه والعيش وكل تفاصيل الفته. هتبصوا جدا بالحلقه، هتحسوها خفيفه وفيها جزء بره في الشارع مع الناس اللي اكيد اكيد هيكونوا مبسوطين من ده. وهنسهل عليكم الموضوع، يعني انا واحده من الناس من فترة كبيرة كان نفسي أعمل إطعام بس قلقانة من الكمية، طب هجيب قد إيه لحمة؟ طب هجيب قد إيه رز؟ طب أجيب قد إيه طماطم؟ أجيب قد إيه صلصة؟ فممكن حتى تعملوا كيلو، مش شرط كمية كتيرة، مش شرط الميزانية تبوظ مننا، أو مش شرط أبقى مكلفة نفسي زيادة أو متقلة على نفسي الموضوع بإن أنا لازم أعمل إطعام فلازم أعمل 200 وجبة خالص. هي الفكرة كلها في الثواب، إن إحنا نفرح الناس وندخل عليهم البهجة والسرور في الأيام الكريمة دي. هنروح دلوقتي مع بعض المطبخ التحضيري ونحضر بقى الفتة بكل مشتملاتها. يا رب الحلقة تكون خفيفة على قلوبكم وتبسطوا بالكواليس والحاجات اللي هتشوفوها إن شاء الله. هنروح نحضر مع بعض كل الأكل ويا رب كده دايما مجمعين في الفرح والخير. هنا والسعادة كل سنة وكل يا رب الأمة العربية بخير وهنا ورضا يا رب. هناخد فاصل ونرجع ليكم ببقية التفاصيل. رجعنا لكم بعد الفاصل واحنا هنا في المطبخ التحضيري. المطبخ التحضيري ده هو اساس قناه سفره، كل الوصفات وكل الاكلات اللي انتم بتشوفوها بتتجهز هنا من ايدين احلى شيفات في الدنيا. فاحنا دلوقتي هنبتدي مع بعض اقول لكم نعمل ازاي اطعام. في ناس كتير بتبقى نفسها تعمل اطعام لكن مش عارفه ازاي تحدد كميات. هقول لكم الكميات اللي انا هشتغل بيها دلوقتي وتقدروا طبعا تزودوا او تنقصوا حسب ما تحبوا. انا هشتغل دلوقتي، تعالوا نبتدي كده نفهم بلاوي ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا عندي 5 كيلو من اللحمه، طبعا 5 كيلو لحمه الكيلو بيكون عباره عن 10 قطع، يعني التقسيمه بتاعه القطع الحجم الوسط بيكون الكيلو عامل 10 قطع. فانا لو هعمل اطعام ل 50 فرد هحتاج 5 كيلو، او لو انتم حاسين ان اللحمه بعد السلق صغيره شويه فهبتدي احط على كل طبق قطعتين، وطبعا دي بتبقى حاجه تقديريه منكم انتم حسب ما انتم حابين الطبق يطلع شكله ايه في الاخر، بس توصوا بالطبق لان دي اكيد حاجه طالعه لله. عندي كمان 5 كيلو من الرز. طيب 5 كيلو من الرز الكيلو بيساوي 4 كوبايات، حجم الكوبايه بيكون 250 مللي. الكيلو بيكفي من 5 لـ6 افراد. احنا بنعمل اطباق يعني حجمها وسط، مش كبيره قوي مش صغيره، فبالنسبه لي كيلو رز هيطلع 5 اطباق. عندي ايه كمان؟ عندي 5 كيلو من الطماطم الفريش. ممكن استخدم طماطم فريش، ممكن استخدم صلصه طماطم على حسب ما انتوا حابين. يعني انا لو مستعجله بستخدم صلصه، لو عندي وقت ومجهزه من بدري هقدر ان انا استخدم طماطم فريش. معانا ايه كمان؟ معانا عيش بلدي اساسي، العيش المصري بتاعنا الحلو. هنجيب بقى 20 رغيف 25 حسب ما انتوا عايزين تحطوا كميه عيش. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا بصل متقطع 4 ارباع، ومعانا ثوم، ومعانا خل، ورق لورا كمان حبهان ومستكه، ومكعبات مرقه لحمه ممكن ما تحطوهاش حسب ما بتحبوا. معانا كمان زيت وسمنه وصلصه الطماطم اللي قلنا عليها. هنبتدي دلوقتي نسوي الاكل بتاعنا. هنسوي اللحمه مع بعض، اوريكم ازاي تسووها وتطلع دايبه زي الزبده. هنسوي الرز كمان، ولو معاكم وقت وسلقتوا اللحمه بدري تقدروا ان انتوا كمان توظفوا المرقه في سلق او تسويه الرز. انا هسويها بميه، ممكن اديها مكعبين مرق لان اللحمه مش هتكون لحقت لسه تستوي. بس كده يعني هنعمل حاجه بسيطه، وهدفنا من الحلقه دي ان الناس اللي خايفه تعمل اطعام تقدر تعمل حاجه حتى لو كميه بسيطه. مش لازم اعمل 40 وجبه، مش لازم اعمل 50 وجبه، ممكن اعمل 10 وجبات وتبقى كميه كويسه فيها. زي ما بناكل في البيت نطلع الحاجه برده لله. فتعالوا نبتدي مع بعض نشوف هنقسم ازاي وهنسوي ازاي مع بعض ونمشي واحده واحده بالخطوات. اول حاجه نبتدي بيها سلق اللحمه. انا بفضل ان انا مثلا هعمل اطعام فانا هنزل اوصل الحاجه الساعه مثلا 5 الساعه 6، فبسوي اللحمه من بدري عشان استفاد بالمرقه بتاعتها. ممكن كمان تعملوا شويه شوربه في كوبايات مقفوله وتديها برده في الاطعام. طيب اللحمه بتاعتي النهارده وش فخده، ممكن تجيبوا اي قطعيه بس راعوا ان يكون القطعيه حلوه عشان في الاخر يبقى طعمها حلو. ودي دايما ده في اي اطعام بقول لكم زي ما بتاكلوا في البيت زي ما هنطلع للناس بره. طيب هنبتدي بسلق اللحمه. اول حاجه انا عندي ميه بتغلي، ميه على النار بتغلي،
هتغلي بقالها حبة حلوين، هحط فيها بصل واحط فيها حبهان ورق لورا، ممكن تحطوا كمان كرفس، ممكن تحطوا جزر، ممكن تحطوا طماطم، طماطميه كده متقطعه اربع ارباع يعني على حسب المطيبات اللي انتوا حابينها. انا نفسي احط فلفل اسود، شويه ورق لورا، حبهان، ومستكه، ومكعب واحد من المرقه. فهنبتدي دلوقتي نسلق اللحمه مع بعض. الميه عندي على النار زي ما قلنا بتغلي، هبتدي انزل فيها اول حاجه البصل، هنحط كده شويه من البصل، بصلتين مثلا مش اكتر من كده، ونحط كمان مكعب المرقه، ونحط ورق اللورا. ممكن لو بتحبوا ممكن تحط شويه قرنفل، تحبوا يعني اي حاجه انتوا بتحبوا طعمها في الكرفس برده بيبقى حلو، بس انا مش من هواه الكرفس قوي، لكن لو انتوا عايزين تحطوه ممكن تحطوه عادي. وعندي كمان المستكه والفلفل الاسود، ومش بزود الفلفل الاسود عشان ما يخليش المرقه عندي غامق، شويه فلفل اسود كده بسيط بس كده. مش هستنى الحاجات دي تغلي مده كبيره، هي بالفعل الميه بتغلي، فانا هدي تقليبه بسيطه وابتدي بعد كده انزل باللحمه كده مع بعض واحده واحده. نحط اهي اللحمه كلها. طبعا الطعام عايز حلل كبيره، يعني كل ما كبرتي الحله كل ما اشتغلتي وانتي مرتاحه اكتر. طبعا عشان بقول لكم انا عامله 5 كيلو ما شاء الله، القطع حجمها كبير، يعني انا اتوقع ان في الاخر هنطلع 50 وجبه اطعام. طبعا هو مش بالعدد، يعني ممكن ان انا اعمل 10 وجبات وهاخد نفس الثواب برده، فمش اكيد مش بالكميه، كل واحد بيعمل حسب مقدرته. بس لو حتى حاجه بسيطه، لو رز بلبن هنطلعه برده هناخد ثواب الاطعام. فهكمل كميه اللحمه كلها واسيبها على النار، والملح بحطه في اخر نص ساعه عشان اللحمه بتاعتي تستوي. معلومه كده على السريع، عشان تسووا اللحمه بصوره اسرع حطوا نوى بلح، يعني على الكميه دي ممكن نحط 3 4 وحدات من نوى البلح، هيسرع برده مده سوى، او رشه سكر، بس انا اللحمه بتاعتي سنها صغير فمش هحتاج الكلام ده كله. كده تمام، خلصنا الكميه كلها، هسيبها تغلي حبه حلوين يعني نص ساعه مثلا او ثلث ساعه، وبعد كده ابتدي ان انا اهدي النار خالص واغطيها. كل ما سوينا اللحمه على حراره هاديه او على الهادي زي ما بنقول، كل ما اللحمه بتاعتي طلعت دايبه. فعشان كده بقول لكم اول حاجه اول ما تصحوا كده من النوم سموا بالله وتبتدوا تشتغلوا على طول في سلق اللحمه، وتسيبوها براحتها ساعه ونص ساعتين لحد ما تستوي وتبقى دايبه، ونبتدي بعد كده نكمل باقي الوصفات. هنعمل دلوقتي مع بعض الرز، وانا هعمله بميه، وانتوا لو عندكم المرقه بتاعت اللحمه هتعملوه اكيد باقي المرقه. تعالوا كمان نعمل الرز مع بعض بحته مستكه وشويه سمنه بلدي، هيطلع زي السكر ان شاء الله. هنعمل الرز دلوقتي مع بعض، زي ما قلت لكم دول 5 كيلو هيطلعوا معايا برضه في حدود، يعني هنعمل بقى 5 في 5 كيلو، احسبوها انتوا يطلع معايا عدد الاطباق. زي ما قلنا كيلو 4 من 4 ل 5 افراد، ممكن كمان يوصل ل 6 لو انتوا مش مالين الطبق قوي. طيب هنعمل اول حاجه، هنقل اللحمه بعيد على عين تانية وابتدي اجيب حله الرز. لو ممكن كده ايه نستاذن مجدي، عايزين حله يا مجدي كده للرز تكون حلوه عشان نبتدي نسوي فيها. هنشيل كده دي لسه ما غليتش طبعا، تسلم ايدك. عندي على النار الحله سخنت طبعا، او هتسخن يعني دلوقتي على طول. هاخد زيت وسمنه، هعمل ميكس بين الاثنين عشان الرز ياخد طعم السمنه وفي نفس الوقت ياخد الفلفله الحلوه بتاعت الزيت. عندي شويه زيت ومعانا حته سمنه بلدي كده تبقى حلوه. تقلبتين ثلاثه كده لحد ما تسخن كويس، وهبتدي بعد كده اجيب كام فص مستكه، وده طبعا اختياري، يعني لو مش عايزين تحطهم ممكن ما تحطوهاش حسب الميزانيه. اول ما المستكه تسيح هبتدي انزل بالرز، رز مغسول ومتصفي تماما وناشف مفيش فيه اي نقطه ميه. كده تمام، ونبتدي نقلب كله مع بعض. انا عايزه افضل اقلب لحد ما احس ان الرز انا سامعه صوته في الحله عشان يبقى معايا مفلفل كده وحلو. ايوه عايزين ملح بقى يا مجدي، وحط مكعب مرقه. فانتوا لو حابين تحطوا مكعب مرقه ممكن تحطوا عادي براحتكم، يعني انا احط ايه مكعب واحد على كميه الرز. ايوه حط انت بقى عشان ايه تاخد الثواب برضه. كل كوبايه رز، عشان تبقوا عارفين برضو مقدار الملح، كل كوبايه رز بتاخد معلقه صغيره من معالق الشاي ممسوحه،
فاحنا لو هنعمل 4 كوبايات من الرز اللي هو ما يوازي كيلو، يبقى احط 4 معالق صغيره ممسوحه من الملح عشان يطلع الملح بتاعي مظبوط. طبعا لو احط مرقه مش هزود ملح اصلا عشان الحقيقه المرقه هيبقى مظبوط. بنكمل تقريب الرز، وعشان الكميه ما شاء الله كبيره فهنستعين بصديق انه يساعدنا وبرده ايه ياخد السواد. عايزين بقى ايه حبه رز كده يا مجدي، انزل لك اهو بس كده، حلو قوي قوي. هنفضل نشوح في الرز لحد ما احس ان الرزايه بقت بتلمع وبقيت سامعه صوتها عندي في الحله. بعد ما بتشوح كويس جدا ظبطنا الملح وحطينا مكعبات المرقه، احنا بنقلب اهو لحد ما الرزايه بتاعتي تلمع وتبقى مظبوطه كده ومفلفله وجميله. بعد ما بيتشوح كويس جدا بنكون غاليين ميه، ولو عندنا مرقه في الفريزر ممكن برده نساعد بيها، سواء بقى مرقه بط فراخ لحمه مش هتفرق، المهم ان الرز في الاخر هيطلع طعمه حلو. هنكمل تقليب لحد ما نزود المرقه او الميه. الميه غليت يا مجدي؟ طيب ممكن نجيبها كده عشان نحطها. طبعا لو انتم ما عندكوش حلل كبيره فانتم ممكن تقسموا ال 5 كيلو رز على حلتين مقاس 30، مش لازم اروح اشتري حلل كبيره عشان اعمل اطعام، لا ممكن عادي تستخدموا حلل صغيره او حلل وسط وتعملوا فيها على كميات يعني او على مراحل. واللحمه نفس الكلام، ممكن برضو تقسموها على حلتين على ثلاثه، عشان كده قلت لكم ما تبتدوش بكله مع بعض. انا ببتدي هنا كله مع بعض عشان بس انا بوريكم الفكره، لكن انتوا في البيت، انا ما بعمل اطعام في البيت مش بخلي الموضوع كله في وقت واحد، بس لو اللحمه بدري ببتدي اسبك تسبيكه ممكن اعملها من قبلها بيوم، ببتدي ان انا بعد كده اسوي الرز، فبيبقى الموضوع مش مهلك يعني، ما تحسوش ان الموضوع تقيل عليكم. على فكره والله مجرد ما تبتدوا في الاطعام هتلاقوا ربنا ميسر كل حاجه، وهتلاقوا الموضوع ماشي سهل جدا وسريع، وممكن كمان تخلوا الولاد تشترك معاكم في ان هي تغرف معاكم الاطباق وتبتدوا تنزلوا توزعوا سوا. هي دي الفكره، ان في ناس كتير اشتركت فالاطعام فده بيبقى ثوابه اكيد اكبر بكتير. هكمل بقى الرز، يعني هنبتدي نزود الميه. الميه تمام يا مجدي؟ اهو مجدي جايب الميه عشان نسقي الرز او نشرب الرز، وخلاص على كده نغطي عليه وننتقل للمرحله اللي بعدها. تمام، صوت الشكشكه ده يدل ان الرزايه اتشوحت مظبوط. بس كده هنقلب الرز كويس قوي، وريحه السمنه البلدي حكايه. شامم يا مجدي؟ ايه رايك؟ بألف هنا مقدمة. ما احنا هندوق برضه، هنعمل لنا طبق كده ايه احنا والشباب هنا ناكل فيه سوا. هسيب بقى الرز يغلي عادي خالص وبقلبه بعد كده، بعد مثلا ربع ساعة بعد ما يغلي كويس ويبتدي يخرم بهدي عليه النار زي ما بنعمل الرز العادي، وبعد تلت ساعة ببتدي ان انا اقلبه بشوكة. ممكن بقى هقول لكم على خطوة حلوة جدا في الآخر، بعد ما الرز يستوي هاتوا كده ربع كوباية أو نص كوباية سمنة بلدي من غير ما تقدح ولا تسخن، وحطوها في آخر مرحلة وقلبوا وشموا أحلى ريحة رز في الدنيا. هنبتدي نعمل إيه دلوقتي؟ هنخلص كمية الرز الباقية وهنبتدي نضرب مع بعض الطماطم ونعمل أحلى تسبيكة أو أحلى صلصة لفتة العيد. تعالوا نشوف هنعمل الطماطم إزاي. هنحتاج بقى حلة كمان، حلة تانية مجدي ممكن حلة كمان؟ اهي اهي دي حلو. لا ناخد الجوانتي افضل. اه هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ حله والخلاط بقى يعني. اه ماشي، هات انت الخلاط. يبقى عندي حله اللحمه وعندي حله الرز، وهنعمل دلوقتي التسبيكه مع بعض. ممكن نضرب الطماطم بشويه ميه صغيرين خالص عشان ننجز علينا الوقت. كل ما حطيت الطماطم ميه كتير كل ما خدت وقت على النار لحد ما تبتدي تتكثف كده وتعصر. فانا هعمل ايه؟ هاخد الطماطم وناخد شويه ميه صغيرين خالص. ممكن يا مجدي شويه ميه يعني كده كفايه معاك؟ تسلم ايدك. هنحط قد ايه؟ نص كوبايه مثلا بس كده، ونستعين بمجدي يضربهم لنا. هنضرب الكميه كلها وتشوفوا في الاخر هنعمل ايه. على ما الطماطم تتضرب هنبتدي نروح الناحيه الثانيه ونشوح الثوم مع الخل مع حته السمنه البلدي اللي قلنا عليه. تعالوا بقى نبتدي نشوف هنعمل ايه. حلة عندي على النار، هنجيب كميه زيت محترمه مش قليله، وهناخد الثوم. هشوح الثوم لحد ما يبيض، يعني مش عايزاه يغمق او مش عايزاه يصفر، عايزاه بس يا دوبك يبيض. ما تحرقوش الثوم عشان يطلع معايا مظبوط، يعني نقول مثلا دقيقتين. اول ما ريحه الثوم تخرج خلاص، يبقى انا بالنسبه لي كده هضيف الخل نطفي بيه
وعلى طول ننزل بصلصه الطماطم. دوق بقى احلى تسبيكه في الدنيا. بعد ما الصلصه اتشوحت كويس جدا بعد الخل والثوم، هنجيب دلوقتي حالا بقى عشان البهدله اللي حاصله دي عصير الطماطم. ممكن يا مجدي عصير الطماطم؟ انزل بقى على طول احسن، ايه في مهرجان هنا. هنعصر كل الطماطم او كميه الطماطم كلها اللي هي 5 كيلو وننزلها بنفس الشكل. نبتدي بقى نتبل شويه كمون بسيط مش كتير، وعايزين فلفل اسود يا مجدي فين، وشويه ملح، ممكن ندي مكعب مرقه برده لو حابين. بس كده شويه فلفل اسود. عندك فلفل حامي؟ هتجيب لي قرنين كده حلوين، يعني مش حطهم مفتوحين، احطهم مقفولين يدوا بس طعم بسيط من غير ما الموضوع يبقى مشطشط. بس قرنين فلفل حامي الحب كله. بس كده هكمل كميه الطماطم كلها بنفس الطريقه، هنعصرها في الخلاط او هنضربها في الخلاط ونسيبها تتسبك. وبرده نفس الفكره، كل ما سبته تسبيكه الطماطم مده قليله نار هاديه مده طويله، كل ما الطماطم بتاعتي طلعت خطيره وتقيله كده ودسمه وبيبقى طعمها تحفه. هنكمل الطماطم، هنسيبها شويه تتسبك على النار، وانا انتقل لمرحله العيش عشان يطلع معايا مقرمس وطعمه حلو. عايزين بقى صاج يا مجدي ومقص. انا بقطع العيش بالمقص، ودي بحسها اسهل طريقه، يعني كل ما قطعته العيش مكعبات صغيره كل ما قرمش بسرعه واداني طعم حلو. صاج كبير اهو، هنجيب العيش البلدي بتاعنا ونبتدي ايه نقطعه. انا بقطعه كده، عايزين تقطعوه، احنا في البيت بصراحه بنقطعه بايدينا يعني، ودايما كتلته برده بتقطعه بايديها، فيعني على حسب بقى اهو. طبعا سايبه الرز بيستوي عندي على النار، وسايبه الطماطم بتسبك على النار. وفي بقى حبايبنا الاسكندرانيه بيعملوا دقه بيضة، فانتوا ممكن تجيبوا دقه بيضة يعني، ممكن او تعملوا دقه بيضة اللي هي بخل وثوم ومرقه، فدي اختياري بقى. بعد ما قطعته كده بالطول ببتدي اخده بالعرض اهو. بس كده كمل الكميه كلها واوريكم هنعمل ايه اهو. طبعا يكون المقص بتاعك حامي اكتر من بتاعي، هاخد مقصك في لحظه. زي ما قلت لكم الحاجات دي والله بتحب اللمه، يعني كل ما كان الناس العدد معاكم اللي بيجهز كل ما حسيتوا ان الموضوع بيمشي سهل جدا وبسيط، كل ما حسيتوا بفرحه ان انتوا بتعملوا حاجه مطلعينها لله، فدي حاجه بتبقى حلوه جدا. مقصك حامي اكتر من مقصي؟ بسرعه في الاداء. بسرعه في الاداء ماشي. نكمل تقطيع وبس كده. انا بعمل ايه بقى؟ في خطوتين او في طريقتين ممكن ان انا اشوح في حاجه بتشكشك، دي صلصه امان ماشي نديها تقليبا. كل ما انا عن نفسي بعمل العيش ازاي في البيت، يعني الكميه برده مش بتبقى كميه كبيره لما بنعمل احنا في البيت كافراد اسره، يعني بجيب حله كبيره فيها زبده جاموسي وابتدي اسيحها واقلب فيها العيش. دي بتاخد مده شويه طبعا، بتبقى دسمه اكتر، بس فكره الاطعام بتبقى الصاج اسرع بكتير ان انا افضل اقلب كميه عيش كبيره. فطبعا يرجع لكم انتوا حريه الاختيار، عايزين تحمروها على النار تمام، عايزين تخلوها في الفرن برده تمام. بعد ما بقطع العيش بالشكل ده ببتدي اديله شويه سمنه بلدي ورشه ملح بسيطه جدا، وادخله فرن سخن على 200 لمده يعني 20 دقيقه مش اكتر من كده. هنكمل الكميه كلها وتشوفوا في الاخر. واحد ما حدش هيساعدنا تاني ولا ايه؟ عمدة المطبخ فين يا جماعة؟ شيف أمين تعالى ساعدنا. تعالى. والله الحاجات دي تحب اللمة، تقفوا زعزوعة كده لوحدكم مش هتحسوا بفرح. أيوه هات واحدة. هنكمل تقطيع العيش كله مع بعض زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هعمل إيه؟ مش بعد كده، هي دلوقتي. أهو. بس حاولوا ما تخلوش العيش ماسك في بعضه، يعني خلوا فيه مسافة عشان يتحمر كله مظبوط. هناخد بقى إيه؟ شويه سمنه بلدي كده من اللي قلبكم يحبها، وهات شويه زيت والنبي يا مجدي. ايوه معلقه كده حلوه، هات معلقه بقى ايه نقلب بيها. ريحه التسبيكه حكايه، مهما اوصف لكم الريحه حلوه قد ايه مفيش حاجه تقدر تشرح الريحه اللي هنا. هنقلب كويس جدا مع بعض، ونكمل طبعا بقيه العيش اللي بيعملوه شيف امين معانا وشيف مجدي بيقلب، ف وندخله بعد كده فرن سخن على 200 لمده يعني ربع ساعه ثلث ساعه، ولو تقدروا في نص التحمير تديله تقليبه عشان كله ياخد لون واحد. انا عايزه العيش يبقى مقرمش عشان تنزل عليه التسبيكه تطريه شويه.
عملنا ايه بقى؟ عملنا الرز وعملنا اللحمه وعملنا كمان تسبيكه والعيش لسه هدخله الفرن. بشكر طبعا كل الناس اللي ساعدتني هنا في المطبخ التحضيري وانجزت معايا. دايما زي ما بقول لكم ده الجندي المجهول اللي ورا كاميرات. الناس دي بتتعب جدا في تجهيز وتقطيع وتجهيز النسخ، فبقدم لهم شكر طبعا. قبل ما نبتدي ننتقل للفقره اللي بعدها، هناخد فاصل سريع ونرجع ليكم على طول، نبتدي نقسم الوجبات ونقفل الاطباق ونروح كمان نوزعها مع بعض. فاصل ونرجع ليكم، استنوني. يا رب تكونوا اتبسطتوا كده بالاجواء اللي شفتوها في المطبخ ومساعده الناس ليا وكل الناس اللي موجودين طبعا في المطبخ التحضيري. مره تانية برضو بعمل لهم اهداء بسيط وسهل على وقفتهم معايا، شغالين من بدري يعني. فتسلم ايديكم يا رب، ودايما كده مع بعض في الخير والهنا والسعاده. عملنا الرز وقلنا كل تفاصيله، كمان اللحمه بتاعتي اتسلقت ودايبه ومتمشمشه، بصوا خطيره، بس بسخنها عشان نسقي بيها العيش والتسبيكه. شايفين الجمال بقى، وقرن الفلفل الحامي عامل شغل. دايما وجبات الاطعام مش لازم على فكره تكون لحمه، بس احنا عاملين لحمه ليه؟ بمناسبه العيد الكبير، فهو عيد لحمه، لكن انتوا ممكن تعملوا الاطعام حاجات كتيره جدا. ممكن نعمل فراخ، ممكن نعمل كفته، ممكن نعمل كفته رز بالتسبيكه بالرز شعريه وحبايه وحبايه، فمش لازم. ممكن اعمل رز بلبن، ممكن اعمل هلبيه، فمش لازم ان انا ارهق نفسي ماديا بان انا اعمل بقى حاجه ولاقي تكلفه. خدوا بالكم التكلفه كل ما كانت كبيره كل ما بتتقل الموضوع علينا. فانا عايزه من يعني خلال برنامجي او باسم سفره ان احنا نعمل حاجه اطعام ما تبقاش مكلفه وفي نفس الوقت ناخد الثواب. هي دي النقطه، من الفكره مش باللحمه ومش بالفراخ ومش بالكلام ده كله. فاتمنى ان كل الناس لما تتفرج على الحلقه بقى بالكامل من اولها لاخرها تعمل ولو حاجه بسيطه، هتحسوا بجد الموضوع بيفرق، هتحسوا ان كمان بيجي لكم خير اضعاف مضاعفه. فتعالوا بقى، الكميه دي احنا قلنا تحت او قلنا في المطبخ التحضيري الكميات، وقلت لكم ان انتوا تقدروا تعملوا كيلو لحمه، نقدر نعمل شاورما، يعني نعمل الاكلات اللي هي مختلفه عن التقليدي، فنقدر نعمل اي حاجه. ممكن نعمل كيلو لحمه وكيلو رز وكاسه طماطم ونعمل شويه كده رغيفين ثلاثه عيش، ونطلع حتى لو هنطلع خمس اطباق مش بالكامل، هي الفكره كلها فالموضوع ان احنا نفرح الناس. فدلوقتي هنعمل ايه بقى؟ بص انا عندي الرز، حله الرز المحترمه دي، وعندي اللحمه اللي اتسلقت وصلت. هنبتدي ناخد كبشتين ثلاثه من المرقه اطري بيهم بس العيش حاجه بسيطه، ودي مش ضروري يعني، في ناس مش شرط ان هي تطري العيش، في ناس تحبه مقرمش. فانا هعمل ايه؟ هقول لكم اللي انا بعمله او اللي انا بحبه في بيتي يعني. باخد بطري كده مره واحده، ليه ده بينجز؟ ليه؟ عشان اخد على طول العيش بعد ما طري عندي في الايه، في الاطباق اهو. انا عاملاه في الصاج ليه؟ عشان الوقت، الوقت او الكميه بتاخد مجهود، فانا مش عايزه ان انتوا تستتقلوا الموضوع، عايزه ان انتوا تحسوا ان انتوا خلصتوا وفي نفس الوقت ما خلصتوش، يعني ما نخلصت الاكل وحاسس ان احنا تعبنا، لا انا عايزه ان انتوا تبقوا مكملين الموضوع بنفس النشاط اللي ابتدينا بيه في سلق اللحمه في بدايه الحلقه. فانا هكمل كده. هننام بقى، لو سقينا طبق طبق دي صعبه. انا هشيل الملح والفلفل لان هم هيبقوا كلهم مرقه. ايه نقرب كده شويه. في ناس برضو بتسقي اللي هي الدقه البيضة اللي بالخل والثوم، اي حاجه عندكم اعملوها يعني، اللي يجي على هواكم اعملوه. بس المرقه انا بصراحه بستخسر ارميها، بحس ان هي واخده خير اللحمه، فلما تتسقي العيش هتاكلوا احلى طبقه فته في الدنيا. طبعا الطريقه دي طبقوها في العيد، يعني هنعمل اطعام بس جربوا الوصفه برضو في طبق كده بعد الصلاه ان شاء الله. ادي اهو نسقي، مش عايزه برضو طريقه قوي عشان ما يبقاش معجن. في حته ما تسقتش ولا انا مش شايفه من عندي؟ الصلصه عندي شغاله بقى ريحه كده، حاسه ان العيد جه بدري يعني بالاجواء دي، انا حاسه ان العيد جه بدري. تمام كده، تمام جدا. ناخد بقى العيش نديله تقليبه اهو في الركن البعيد الهادي، نروح الناحيه الثانيه. كل ما المرقه كانت سخنه كل ما سرعت ان العيش بتاعي يطرى مظبوط. هنبتدي نعمل ايه بقى؟ تقليبه كده حلو. لا 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 اهو على طول ناخد العيش
كل طبق كده فيه كبشتين وافردهم كويس، ونبتدي بعديها نحط الرز. ممكن كمان تحطوا كبشة صلصة لو حابين، يعني العيش بعد ما بيتسيب المرقة ممكن نديله كبشة صلصة برضو بتبقى جميلة. ده العيش بقى يفضل فيه سنة قرمشة مع طعم المرقة، أحلى حاجة في الدنيا. شو المفروض كنت هبتدي من هنا؟ ابتديت من النص، مش هتفرق كده كده الأطباق كلها هتتعمل. ماشي، نعمل بس ايه طبقين كده اهو عشان نملى بس ارضيه تحت زي بنعمل طبق الفته العادي بتاعنا. هنعمل ايه بعد كده؟ بس دي عايزه شويه عيش اهو. فردنا العيش في الاطباق، ممكن على فكره تجيبوا كمان الاطباق المدوره، كميتها بتبقى اقل شويه بس بتبقى سهله في التعبئه يعني، فتقدروا لو انتوا عايزين كميه كبيره هتجيبوا الاطباق دي من اي محل بتاع بلاستيكات جمله، فالموضوع هيبقى مش مكلف. في كمان الاطباق اللي هي الفل البيضه بتاعه الجبن تقدروا برضو تحطوا فيها حسب ميزانيتكم، يعني حسب اللي انتوا حابينه. بس نطلع الحاجه تغلفها مظبوط، الحاجه مرصوصه فوق بعض، كانك يعني اي طعام في الدنيا انتوا بتعملوه كانك بالظبط بتاكليه اهل بيتك. انا مش بكاروت ولا بقلب ولا بنجز ولا الكلام ده، كاني بالظبط انا بطلع اكل هقدمه مش لبيتي بقى للضيوف، فخدوا بالكم برضو من النقطه دي. هنعمل ايه بقى؟ انا جايبه دي للرز اهلا. بصوا بقى حلاوه الرز ابو سمنه بلدي، فلفله بقى مع شويه المرقه حكايه. يلا بينا، كل طبق هياخد ايه كبشتين كده من الرز. تمام قوي قوي. هنعمل ايه بعديها؟ هناخد بقى ماشي، هنركب بس طبقين ماشي. انا اعتقد هاخدها بالتونجة اسهل عشان بس ايه، وادي ونحط التسبيكة. هفضل انا رايحة جاية كده بين الحلل بس مش عارفة احطهم فين. هناخد ايه، ادي التسبيكة الخطيرة بتاعتنا، ناخد ده ونقلب بقى عشان ما نلاقيش طماطم تحت رقده، يعني لازم اديها تقليبه كده حلو. كبشه الصلصه اهي، نروح هنا ونحطها على الطبق. شوفوا بقى الجمال، يعني والله الحاجه شكلها يفتح النفس. يا رب بألف هنا على قلوب الناس اللي هتاكلها وياكلوا كده ويتبسطوا ويدعوا لنا، دي اهم حاجه. تعالوا نكمل بقى شويه رز، نعمل كام طبق كده وهنستعين بضيف هيجي ينورني. تعالوا نعمل كده واحد اهو اهو، نعمل ده والنادي بقى ونرحب بقى. مش نادي بس، نرحب كمان. استنوا عايزه حته رز هنا اهي. يبقى حطينا ايه، العيش والرز وبعديها اللحمه والصلصه. ناخد كده دي اهي، ناخد حته كمان اهو، والتسبيكه طبيعي. ونروح عايزين تحطوا التسبيكه على اللحمه تمام، بس انا بحب احطها على الرز بصراحه وبس. شايفين والله الطبق شكله يفتح النفس. هنكمل كل الاطباق. انا فعلا دلوقتي باشف محمود هيجي ينورني ويكمل معانا بقيه الاطباق. اين انت يا محمود؟ ازيك يا شيف محمود؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ هتاخد الثواب معايا بقى، هنعمل شويه اطباق كده مع بعض. انا هاخد ده وانت معاك ايه؟ حط الرز والحتتين اللحم، انت حط الرز وانا هديك اللحم ماشي. خد اهي بدي. لما تعملوا الحاجات دي، لما تعملوا الحاجات دي مع ناس عدد موجود في البيت، والله بتحسوا ان الموضوع مش تقيل خالص عليكم. وكده كده ما بيبقاش تقيل، ربنا بيبارك في الحاجات دي. بس الفكره في ايه؟ ان انتوا لما بتلاقوا حد بيساعدكم بتحسوا ان انتوا ايديكم بايدين بعض فبتنجزوا، فدي بتبقى ميزه هايله يعني. ف كبشتين يا محمود في كل طبق. اللي هياكل اطباق محمود هيدعي له دعوه زياده حلو، ايده مبحبحه في الرز. تسلم ايدك. بصوا اللحمه مش مستحمله وانا بشيلها من كتر ما هي دايبه اهو.
نحط كده ايه شويه. هقول لكم برضو على حاجه، دلوقتي احنا ما بنيجي نوزع الاضحيه يعني في العادي بندي لحمه نيه ايا كانت التقسيمه ايه بقى، هتدوا 10 قطع 5 قطع، دي بتبقى حسب كل واحد. لما بنعمل الاكل مستوي ونقدمه للناس انا عن نفسي بتبقى احلى، بحس ان هو احنا مش هنتعبهم بقى يقفوا ويسلقوا. في ناس كمان بيبقوا في مكان شغلهم ما عندهمش مثلا مطبخ، ساكنين في مكان بس على قد النوم فما بيكونش عندهم مطبخ، فما نديهم الاكله تبقى سخنه وحلوه ومعموله بمزاج ومعموله بحب، ده بيبقى احلى بكتير. وطبعا على حسب راحتكم انتوا. انا هاخد احط اللحمه اهو، ناخد كده ادي واحده وادي الثانيه. ايوه اهو. بص احنا عندنا عملنا 5 كيلو من اللحمه، والكيلو في العادي بيبقى من 8 ل 10 قطع، فدي طبعا بتختلف. لو انا حاسه ان قطعيه الكيلو عامله مثلا 6 قطع يبقى هحط في كل طبق قطعه كبيره، ما احطش قطعه صغننه. ليه؟ هو ده بقى احنا بنقدمه للضيوف فمش هحط لهم حته صغننه. فبالتالي لما انتوا تيجوا تسلقوا اللحمه او انتوا عدوها، يعني ما بحبش اعد الاكل بصراحه حسب بركته بتقل، بس يعني ايه عشان انا عامله اطعام فعايزه اعرف بالظبط الكميه عشان كمان اجيب الاطباق. فلما اجي اعمل اللحمه هيطلع مثلا عندي الكيلو 6 حتت، فابقى عارفه ان الست حتت دول هيعملوا 6 اطباق في الكيلو، فابقى عارفه بالظبط الكميه. فيعني ايه تبقوا حاسبينها مظبوط. احنا قلنا كيلو اللحمه من 8 ل 10 قطع، وعندي كيلو الرز بيكفي من 5 ل 6 افراد، فبالتالي ابقى انا حاسبه حسبتي بالسنتوفه بالملي عشان ما اهدرش حاجه. اهو يلا. تجيبوا بقى حتى تجيبوا 15 كيلو، احنا عرفنا خلاص التقسيمه ازاي. انا والله ساعات بيبعت لي كتير على الصفحه، يعني بصوا الحته دي صغننه، واحده كويسه واحده صغننه، فبعمل ايه؟ بروح مديها حته تانيه جنبيها عشان الطبق يبقى كده يعني ماسك نفسه كده. ممكن بقى تعملوا ايه؟ ساعات انا بعملها برضو، بجيب علب صغننه احط فيها شويه مخلل، فالمخلل جنب الفته نديهم حاجه برضو تفتح نفسهم. فيعني لو حابين علب صغننه كده نحط فيها شويه مخلل، او تجيبوا العلب الاطباق الفل اللي هي متقسمه، تحطوا الرز في حته واللحمه في حته والصلصه مثلا على الرز وجنبيها شويه مخلل في الجنب اللي هو بيبقى الصغنن ده. تسلم ايدك يا محمود، تسلم ايدك. انا ومحمود دلوقتي هنخلص كل الكميه اللي قدامنا ونعبي الاطباق ونحطها في البوكس بتاع سفره اهو عشان تبقوا عارفين اهو عشان نحط فيه وننطلق بقى نبتدي نوزع مع بعض. يا رب الفقرات تعجبكم من اول بدايه الحلقه لحد ما نختم ان شاء الله وننزل نوزع مع بعض، ويا رب دايما متجمعين في الخير والهنا. ونورتني يا شيف محمود، ويا رب دايما كده مع بعض في الخير والهنا يا رب. هناخد فاصل نرجع ليكم واحنا بنوزع الاكل، يلا بينا. عامله ايه؟ كل سنه وانتي طيبه. الله يبارك يا رب، يكرمك يا رب ويرزقك دايما الخير والفرح يا رب ان شاء الله. شكرا. الله يبارك فيك. تسلمي لي يا رب حبيبتي، ربنا يخليك يا رب يا رب. اللهم امين. حاجه بسيطه كده بس.
خلصنا اليوم على خير، ويا رب مش بس تكونوا انبسطتوا، تكونوا كمان استفدتوا بالتجربه البسيطه اللي احنا عملناها. الفكره من الحلقه بتاعت النهارده ان احنا قصدنا انها ما تكونش حلقه عاديه او حلقه زي كل سنه عيد، لا، كنت حابه ان احنا نطلع بفكره مختلفه، بفكره بسيطه نحبب الناس ان هي تعرف تعمل اطعام. عملنا الكميات، عملنا اللحمه والرز وكل التفاصيل دي، بحيث ان اي حد قلقان يشتغل شغل اطعام او يعمل اطعام يبقى الموضوع بسيط جدا وسهل بالنسبه له. اعملوا كمية حتى لو بسيطة، مش لازم لحمة، مش لازم الفتة، لا، الفكرة كلها في الثواب، والفكرة ان احنا نفرح ناس محتاجة اكيد. فكنت مبسوطة جدا معاكم في الحلقة النهاردة، ويا رب انتوا كمان تكونوا مبسوطين وتكونوا استفدتوا بيها، وعقبال يا رب كل سنة وما يطلع لنا عدا ابدا. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة على خير. باي باي.